السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عمر سليم. اتكلمنا في أكتر من فيديو عن برامج أو مواقع ممكن تفيد مهندس معماري ومهندس إنشائي. الموقع ده بقى خطير، الموقع دوت بتدي له الكتلة وهو يبدأ يرسم لك الحاجات الإنشائي للكتلة ديت، تمام؟ طبعا بتدي له بعض المحددات، يعني محتاج مثلا حدد إيه والحاجات دي كلها، وهو بيعمل حسابات بتاعته ويبدأ يرسم لك كل حاجة. والجميل إن كل ده أونلاين من غير برامج ومن غير أي حاجة خالص. ركز في الصورة، حاول تتخيل ان انت بس بتدي له كتله وهو بيبدا يعمل الستراكشر ديزاين لكل المبنى في ثواني، تمام؟ زائد ان هو بيعمل جنريتيف ديزاين، يعني بيعمل لك اكتر من ديزاين وانت تختار ايه الافضل، وهو يعمل لك مقارنه ويقول لك برضو كذا، وانت ممكن تقول له انا بالنسبه لي في محددات معينه انا محتاجها في التصميم بتاعي، فبيعمل لك جنريتيف ديزاين، بيعمل لك ماشين ليرنينج، يعني هو بيتعلم من الشغل بتاعك ومن شغل الناس الاخرين، كل المهندسين في مستوى العالم بيتعلم منهم كلهم، وفي الاخر بيعمل لك افضل ديزاين ويطلع لك التقرير، وبيعمل لك ماسنج اناليسيز. فده هو ده يعني المستقبل. طبعا جوه الموقع في اكتر من اداء واكتر من تطبيق، بتشوف الانسب ليك تقدر تشتغل على ده او ده او ده، كل واحد فيهم بيعمل حاجه. انت ممكن تعمل جزء معين على تطبيق وتكمل على تطبيق اخر. في مثلا تراس، ده يخليك تعمل شيرنج للوح 2D اونلاين، تمام؟ وكل واحد فيهم لازم ان انا اعمل اشتراك فيه، فهبدا اشترك فيهم وإن شاء الله نشرح كل واحد فيهم بالتفصيل بإذن الله.